بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل ان شاء الله باذن الله تعالى المحاضره رقم 14 من محاضرات دوره العماره المصريه القديمه والحفاير. هنتكلم النهارده باذن الله تعالى وهنكمل مشوارنا مع الاهرامات اللي كانت موجوده في عصر الدوله القديمه. هنتكلم النهارده عن واحد من اهم الاهرامات وبيشكل المرحلة نقول الوسطى في التطور ما بين الهرم المدرج وما بين الهرم اللي واخد الشكل الكامل. طبعا هرم ميدوم هرم مهم جدا، وطبعا بيبدو لمن يقترب من المنطقة بتاعة ميدوم من مسافة كيلومترات كتيرة، من مسافة بعيدة جدا بتقدر تشوف هرم ميدوم لأنه على مكان مرتفع وعلى تله مرتفعه، فبتقدر تشوفه لو انت جاي من ناحيه مركز الواسطه متجه الى الصحراوي الغربي او حتى على الطريق الصحراوي الغربي اللي هو الظهير الصحراوي القاهره اسيوط، بتقدر تشوفه بكل وضوح لانه طبعا بيظهر كانه رابط على سطح الصحراء زي برج كده كبير او نقول عماره كبيره او مبنى او منشا كبير، لانه واقع طبعا فوق تله مرتفعه زي ما قلنا. ويمكن ان احنا نقول ان الهرم ده بيمثل المرحله النهائيه في تطور الطرس بتاعه الاهرام المدرجه، وانه يكاد يكون من المؤكد انه يسبق مباشره هرم سنفرو. يعني هو بيسبق الاهرامين او الهرمين بتوع سنفرو اللي كانوا موجودين في دهشور وهناخدهم النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى. وكمان حتى هو اللي اكمل بناء الهرم كان سنفرو نفسه. طبعا الهرم بينسب للملك حوني، واحد من الملوك المصريين القدماء ويعتبر الملك الأخير في الأسرة الثالثة. طبعا بنجد حوالين الهرم ده مجموعة أو أقدم مجموعة هرمية تم الكشف عنها حتى الآن في مصر، أقدم مجموعة هرمية كاملة، يعني اللي هو معبد وادي ومعبد جنائزي وهرم الثلاثة مع بعضهم كوحدة كاملة بنلاقيهم موجودين. وطبعا السور بتاع الهرم كعنصر برضو أساسي في الوحدة الجنائزية دي، هنلاقيه ان ده البقايا بتاعتهم هي اقدم البقايا الموجوده في مصر حتى وقتنا الحالي، لانها طبعا لم تكن بشكل مكتمل في هرم الملك جسر او جوسر. الهرم طبعا مشيد على الهضبه بيحيط به سور خارجي بالمجموعه الجنائزيه كلها، طبعا السور ده غير موجود حاليا او مهدم. في الجهه الشرقيه منه طريق صاعد له جدران، وطبعا الطريق ده ما كانش ليه سقف، هو ليه جدران بس مائله كده، ما كانش ليه سقف بشكل او باخر، وكان بيوصل ما بين حافه الوادي وما بين مدخل في النهايه الشرقيه من سور الهرم الذي طبعا اتكلمنا عنه. الطريق الصاعد طبعا كان مبلط او مرصوف بقطع من الحجر، والجدران اللي كانت على جانبيه كانت جدران مقوسة أو مقببة. في النهاية الجنوبية من الهرم كان هناك بقايا هريم صغير أهو في الجزء ده هنا مكان منوز بيشاور كده. طبعا كان في الجهة الشرقية منه أي من الهرم الأساسي بتاع ميدوم ده، في الجهة الشرقية منه كان موجود المعبد الجنائزي ومعبد صغير كان ليه سور خارجي طبعا برضه مهدم بشكل كبير، وكان هذا المعبد عندما عثر عليه طبعا بتري يكاد يكون كاملا وما زال سقفه في حالة جيدة جدا، ونرى هذا المعبد طبعا مرسوم على مائدة قرابين بيحف به من كل ناحية لوحة مرتفعة من الحجر واخد شكل مقوس كده، وده شكل منتشر في لوحات المسار القديمة حتى كان موجود في العصر المتأخر. وطبعا المائده واللوحتين دول كانوا موجودين في فتاء في فناء مفتوح، يعني نقدر نقول هو كان ملاصق للهرم نفسه او مدخل الهرم او الجهه بتاع الجهه الهرم كان ملاصق يعني ملاصق لجسم الهرم نفسه. وكان كمان من الحاجات المهمه ان هذا الفناء طبعا كان بيقع الى الشرق منه، الى الشرق من الفناء نفسه كان في حجرتين صغيرين كده ليهم سقف طبعا، وربما كانوا بيستخدموا لأداء الطقوس الجنائزية، وكان بيحيط بالمبنى كله
السور طبعا الخارجي اللي احنا اتكلمنا عنه، الهرم اللي هو كان بيضم الوحده الجنائزيه كلها او المجموعه الجنائزيه كلها داخل هذا السور. كمان كان في هذا الهرم مجموعه من النقوش اللي كانت موجوده ومنتشره، وواحد من هذه النقوش مؤرخ بالعام 41 من حكم الملك تحتمس الثالث، اللي هو واحد من الملوك العظام في الدولة الحديثة. وهذا مما يعني ان الهرم ده كان ليه اهمية حتى عند مصر القديم نفسه، اللي حرص ملوكه ان هم يتركوا بعض النقوش داخل هذا المعبد. وتحتمس الثالث كان بيذكر في هذا النقش ان هو طبعا باسمه اللي هو عاقب القارع سند، وطبعا بيذكر ان هو جاء واتى الى هذه المنطقه عشان يشوف معبد سنفرو الجميل اللي هو بناه الملك سنفرو. زي ما احنا قلنا الملك سنفرو هو اللي اكمل بناء الهرم، وفي اخر نقشه بيطلب الرحمه للملك سنفرو. وزي ما احنا عارفين ان سنفرو واحد من الملوك اللي تم عبادتهم بعد عصره، وكان مشهور طبعا بالملك المحبوب والملك الطيب والملك الفاضل لما كان له من اعمال اجتماعيه ادت الى حب الشعب ليه، فتم تقديسه وعبادته، وكانت عبادته مستمره زي ما احنا شايفين حتى تحتمس الثالث جاي يزور الملك وبيدعي له بالرحمه، هو ووالدته كمان والده سنكرو يعني بيدعي لها بالرحمه، وطبعا الملكه مرسعناخ وبيدعي لها بالرحمه هي وابنها. وطبعا النقش ده والكتابات الاخرى ايضا الموجوده ان احنا نفكر ماليا متسائلين عمن يكون شيد هذا الهرم، مين هو اللي بنى الهرم نفسه. وطبعا يعني دي قصه نقول يعني كان او فيها اختلاف كبير الى حد ما، وان كان بينسب بدايه بناء المجموعه الجنائزيه للملك حوني واتمام هذا البناء للملك سنترو اول ملوك الاسره الرابعه. طيب سنفرو واحد عفوا حوني واحد من الملوك اللي حكموا طبعا في نهايه الاسره الثالثه زي ما قلنا، وطبعا كان قبل سنفرو على طول اللي هو طبعا اعتلى العرش بعده واسس الاسره الرابعه. وحوني تقريبا حكم حوالي 14 عفوا 24 سنه، وده طبعا على اقل التقديرات اللي بتقول. وان كان احمد فخري بيقول ان هو بنى هرمه فيما يدوم، ولكن هذا الهرم عند موته اما ان هو يكون ناقص لم يتم اكماله، واما ان سنفرو احس بانه اقل مما يليق بالملك حوني. وده يدعونا الى التساؤل برضه، ايه علاقه سنفرو بحوني؟ هل حوني هو ابو الملك سنفرو او هو ابو زوجه الملك سنفرو؟ وده طبعا فرضيتين بيتقالوا تاريخيا في الجزئيه دي. فاما ان سنفرو شاف ان الهرم ما كانش كامل، او اصلا الهرم ما كانش كامل فسنفرو بدا يكمله، او اما ان حوني كان بناه وشاف ان ده الهرم كده كامل بالنسبه له، لكن لما جه سنفرو حس ان المجموعه الجنائزيه دي لا تليق باسم الملك حوني فبدا يضيف ليها ويعمل اضافات للمجموعه الجنائزيه عشان تكون لائقه باسم صاحبها. وطبعا وفي خلال حكم الملك سنفرو اضاف الكثير الى ذلك البناء الذي طبعا لم يكن تاما او كان غير لائق بصاحبه. وطبعا نقول ان هو اتم التشييد، ولهذا السبب يمكن ان احنا ننسب اتمام الهرم والمجموعه الجنائزيه كلها الى بدايه الاسره الرابعه وتحديدا عهد الملك سنفرو. يعني نقدر نقول ان ده كان في عهد الملك سنفرو والاتمام بتاع هذا الهرم، مما يعني ان الهرم ده خد مرحلتين من التطور والبناء. واحده فيهم كانت في عهد الملك حوني اخر ملوك الاسره الثالثه، واتمام البناء كان في بدايه الاسره الرابعه. وزي ما قلنا ان ممكن يكون في علاقه، او مش ممكن، ده من المؤكد ان هناك علاقه كبيره ما بين حوني وما بين سنفرو، لان في مصر القديمه اللي كان بيقوم باتمام المجموع اي عمل جنائزي للشخص اللي كان بيقوم باتمامه هو الابن غالبا. يعني نشوف كل المجموعات مثلا سيتي لما مات اللي جه كمل المجموعه المقبره بتاعته كان رمسيس
الثاني او رمسيس العظيم. فدايما هنلاقي ان الفكره في مصر القديمه ان لما حد شخص بيموت اللي بيقوم بيكون المسؤوليه الاولى للابن الاكبر من ابنائه الذكور ان هو يقوم باتمام المقبره بتاعه ابوه. ده بالنسبه للصعيد الجنائزي، وده قصه لا محدش يقدر يتكلم فيها ومحدش يقدر يجادل فيها، لان ده الواقع الاثري اثبت الكلام ده. السجل الاثري بيثبت ان الابن كان دايما بيتم اعمال ابوه الجنائزيه. لكن لو الشخص ده ذو قيمه بقى وليه اعمال فنيه في اماكن غير جنائزيه، فغالبا الموضوع بيختلف شويه. انا حتى لما نبص عدت مثلا، احنا ضربنا مثال بالسيتي وبرمسيس، لما نبص للمناظر اللي كانت في المعابد في الاقصر في معبد الكرنك، هنلاقي ان رمسيس كان بيشيل اسم ابوه من الخراطيش اللي بتاعت المناظر ويحط اسمه هو، يعني يشيل اسم ابوه ويحط اسم رمسيس، كان رمسيس هو اللي عملها. ليه؟ لان ده عمل بيقدم للاله، فرمسيس حابب يظهر ان هو اللي عمل كده، ان هو اللي عمل العمل ده. ممكن كنوع بقى من استجباء الرضا بتاع المعبودات بتاعتي او الكلام ده، او ابويا بما انه ساب النقوش لم تكن كامله، او انا اللي كملت او عملت حتى عملت صيانه او ترميم او الكلام ده، فبنسب العمل لنفسي عشان اكون قدام الاله انا اللي عملت. لكن الوضع الجنائزي بيكون وضع مختلف تماما. وفي بعض الاحيان كنا بنشوف ان اللي بيتم المقبره لو الراجل ده ملهوش ابن ذكر، ممكن بنته، ولو بنته ما كانتش موجودة كمان أو ما تقدرش تقوم بالأعمال دي، ممكن ابن ابنه أو ابن بنته يقوم بإتمام العملية بتاعة البناء الجنائزي بتاع الشخص. وطبعا من أجمل الأمثلة اللي ممكن نتكلم عنها بحري. بحري أتم الأبنية بتاعة جده اللي هو أحمس ابن أبانا. الراجل أتم المجموعة الجنائزية بتاعة جده كاملة، وما كانش بس هو اللي بيتم اعماله، طبعا هو جده لامه يعني هو ابو امه، وطبعا ما كانش هو بس اللي بيقوم بالعمل، لا ده كمان ساعده ابوه اللي هو يعتبر متجوز بنت احمس ابن ابانه اللي هو حري اري، واحد من الفنانين اللي كانوا موجودين في بطل دي ومشهور جدا، وطبعا كان عمده لنخن. وابنه احمس ابن ابانه، عفوا ابنه ضاحري، تولى بعديه ان هو يكون العمده بتاع منطقه نخن. فده من الحاجات او من الامثله اللي بتبين اهميه المقبره، وتبين اهميه ان احنا نعرف العلاقه ما بين اللي بنى واللي اتم البناء. فمش اي حد هيتم البناء غير ان هو يكون الابن او زوج البنت زي ما شفنا، او ابن البنت او ابن الابن، فلازم حد هو اللي بيتم هذا العمل بيكون من العيله، يعني من الاخر هو اللي بيقوم باتمام العمل الجنائزي بتاعه. وده طبعا عمل معروف حتى احنا في عاداتنا وتقاليدنا حاليا، لما الشخص بيموت اللي بيتولى دفنه او بيقوم على دفنه وبيقوم بالمهام بتاعته بعد الوفاه، المفروض ان هو ابنه، الابن الاكبر ليه هو اللي بيبقى متولي المسؤوليه دي. لو ملهوش ابن ممكن ومعاه بنت متزوجه، اللي بيتصدر المشهد وبيقوم بالعمليه دي زوج البنت، هو اللي بيتم بالموضوع ده، او عيال اخوه، او يعني حد من المهم ان حد من داخل اطار العائله هو اللي بيقوم بإتمام العملية الجنائزية دي. وطبعا لو موجود الابن هو اللي بيكون متصدر للمشهد، طبعا إذا كان السن بتاعه بيسمح بهذا الكلام. فدي القصة بتاعت العلاقة ما بين اللي بنى البناء واللي عمله. هرم ميدوم كان ارتفاعه في الأصل 92 متر، ارتفاع الهرم كان 92 متر، وطول كل ضلع من أضلاعه في القاعدة 144 متر، يعني ارتفاعه من فوق لتحت 92، وطول الضلع بتاع القاعدة كده 144 متر. وطبعا زاوية الميل بتاعته 53 و51 درجة. الزوايا بتاعته، الزوايا دي كده في الميل بتاعها نقول 53 و51 درجة. وطبعا اثبت بتاريخ ان الهرم كان مشيد فوق رصيف لا نراه الان، لان احجار كساء الهرم نفسه تخفيه عن الانظار. يعني افترض ان الهرم كان فيه حواليه رصيف، تم بناء الهرم على هذا الرصيف، وهحط لكم النهارده ان شاء الله رابط فيديو عشان نشوف موضوع الرصيف ده اللي بيتسحب عليه الاحجار ويتبني بيه الهرم والكلام ده، هحط لكم رابط كده لبناء الهرم الاكبر عشان نشوف فكرة الرصيف وفكرة سحب الأحجار كانت بتتم إزاي، في شكل فيلم كده جميل نتفرج عليه عشان يكون أقرب للفهم من إن هو يكون مجرد كلام يقال يعني.
وعرفنا ان الهرم كان ارتفاعه 92 متر، والقاعده بتاعته طول القاعده طول كل ضلع من اضلاع القاعده 144 متر، والزاويه بتاعته بتاعه الميل 53 و51 درجه. طبعا الجزء الواقع فوق سطح الارض من نواه الهرم نفسه او من جسم الهرم اضيفت اليها 8 طبقات من المباني في كل جهه من الجهات الاربعه، جعلت منه هرما مدرجا ليه 8 درجات، يعني هرم مدرج كده ليه 8 درجات في الشكل بتاعها. تمام. طبعا من طراز هذا الهرم اللي هو نقدر نقول عليه هرم المصاطب او الهرم ذي الطبقات، وعندما طبعا اضيفت هذه الزيادات الى المبنى الاصلي زاد في ارتفاعه، وطبعا كانت الزيادات دي جايه في عهد الملك سنفرو، وفي الوقت ذاته كان بيتم كساء الهرم نفسه باجزاء من الحجر المنحوت، وطبعا فكره كساء الهرم او تبطينه من الخارج بالاحجار اللي لونها ابيض عشان تدي اشعاع، او اللي لونها اصفر عشان تتفاعل مع لون الشمس، دي فكره كانت موجوده وفي كل الاهرامات في الدوله القديمه، وطبعا ما فيش ادل عليها من البقايا اللي فاضله من كساء هرم افرع في الجيزه. وطبعا بعد ان انتهى البناؤون من تشييد الهرم اللي ليه 8 درجات، ملأوا ما بين هذه الدرجات، ثم كاسوا البناء كله من الخارج مره ثانيه، وبكده اصبح الهرم بعد كل ذلك هرم ليه شكل المدرج زي ما احنا شايفين. المدخل بتاع الهرم بيقع في منتصف الضلع الشمالي، ونركز بقى هنا لان احنا دايما هنلاقي ابواب الاهرامات في الجانب الشمالي، زي ما احنا شايفين تحت السهم الشمال المتجه هنا، هلاقي دايما ان المدخل بتاع الاهرامات بيكون في الجانب الشمالي، ودايما المدخل بتاع الهرم بيبدا بممر منحدر، دايما المدخل بتاع الاهرامات بيبدا بممر منحدر. ممر ده مصطلح علمي ممكن نقول على يطلق على الممر، وبيطلق على الدهليز، وبيطلق عليه السرداب، فاحنا نعرف ان الثلاث مصطلحات او الثلاث مسميات هم مسمى واحد، المهم ان هو ممر منحدر، ممر انا بمر فيه، كلمه ممر ولا المكان اللي انت بتمر فيه، او دهليز او سرداب، نقدر نقول عليه الثلاث مسميات. ودايما هلاقي ان العنصر المعماري او الصفه المعماريه الاكثر اهميه في الاهرامات، ان هلاقي الهرم الممر المنحدر ده ما بيديش الدفن مباشر مع الممر، لا دايما هلاقي ان الدفن بيكون في مكان اعلى من مستوى الممر كله، يعني احنا لو خدنا مستوى الممر من هنا هنشده هنلاقيه هنا، هنلاقي ان الغرفه اللي فيها الدفن اعلى من مستوى الممر، يعني انت بتنحدر لكن في الاخر بتلاقي نفسك بتصعد الى اعلى عشان تقوم بعمليه الدفن عن طريق بقى درج او سلم بيكون موجود في الجزئيه دي او غيره. وغالبا هلاقي ان السراديب دي او الممرات المنحدره دي لا تخلو من وجود المتاريس، ما بتخلوش من وجود المتاريس، المتراس واثنين وثلاثه ممكن الاقي في الممر المنحدر، وفي بعض الاحيان لو انا نازل بطريقه عشوائيه ممكن الاقي الجزء ده فيه زي هرم، عفوا زي حجر ممكن يكون بمثابه مهلك هندسي او حاجه كده للانهيار لو حصل اي مشكله، فدي من الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها ونركز معاها. كمان قلنا المدخل في الجانب الشمالي على ارتفاع حوالي 30 متر من سطح الارض، وبيؤدي هذا المدخل الى ممر او سرداب طوله 57 متر، يعني الممر ده المدخل هنا بيؤدي للممر ده لطوله 57 متر، بينحدر طبعا الى اسفل الى ان يصل الى الصخر بتاع الجبل، ومن المحتمل انه كان الباب ليه باب خشبي للممر ده من بره، كان ليه باب خشبي لاغلاقه عند النهايه بتاعته السفليه، يعني كان ليه باب خشبي في الجزء ده كده عشان يقفل هذا الممر في النهايه السفليه بتاعته، ومكانه موجود وواضح. وبعد كده في بئر عموديه متجهه الى اعلى، في هنا زي بير عموديه بس طالعه لفوق فيها درج عشان يوصلنا لغرفه الدفن اللي مقاييسها او ابعادها في الطول، الغرفه اللي هي موجوده هنا دي طولها بالظبط 5 متر و90 سنتي، وعرضها 2 متر 65 سنتي،
وطبعا ارضيه حجره الدفن كانت في مستوى قاعده الهرم. اما الحجره نفسها فان جدرانها من الحجر الجيري ولها سقف من طراز كوربال، والكوربال ده اللي هو نقدر نقول عليه السقف اللي واخد شكل مثلث، اللي هو بياخد شكل المثلث. بياخد شكل ايه؟ شكل المثلث، اسمها الحجاره راكبه على بعضيها كده بتاخد شكل المثلث. نقدر نقول كده شفتوا الابواب اللي موجوده في المقابر الاسلاميه، هنلاقي اللي هي مش واخده الابواب بتاعتها مش دائريه او نصف دائريه، لا بتبقى مثلثه زي الشبابيك كده بتاعت الفتره الاسلاميه بتاعت المقابر اللي هي الاضرحه والكلام ده، بنلاقي ان السقف واخد الشكل المثلث بالشكل ده. وطبعا ليها درجات بتتقارب بعضها من بعض، وبيتكون هذا السقف من 7 درجات، يعني هلاقي الدرجات دي زي مجاديل كده بتطلع من الجوانب، او درجات بتطلع من الجوانب عشان تديني السقف اللي يكون شكله مثلث شويه. وطبعا بيتري عصر فيه هذه الحجره على بقايا تابوت من الخشب، اعتقد في وقتها انه كان الملك سنترو نفسه. طبعا السقف بتاع الغرفه كان فيها مجموعه من السقوف كان موضوع فيها عروق من الخشب كانت مستخدمه اثناء البناء، وما زال منها موجود بعضها داخل السقف بتاع الغرفه. وطبعا هذه الاخشاب كانت موجوده من خشب الارض، وكان في زيها موجود في داخل هرم سنيفرو المنحني في دهشور، وده على الارجح معاصر للاخشاب بتاعه هرم ميدوم. يعني ممكن يكون السقفيه بتاع غرفه الدفن دي بالاخشاب الموجوده فيها تم صنعها في عهد سنيفرو نفسه. وكان طبعا تم التعدي على الكساء الخارجي بتاع الهرم، ودي غالبا كانت في العصور القديمه، وممكن تكون في الدوله الحديثه نفسها حصل هذا التعدي. وطبعا حصل تهدمات كثيره في الهرم نفسه في الكساء الخارجي بتاعه بسبب هذه التعديات، يعني التعديات اللي حصلت على الكساء الخارجي للهرم وإزالة مجموعة كبيرة من الأحجار منه، دي كانت حصلت في عهد الدولة الحديثة غالبا، يعني الكلام ده كان في العصور الحديثة. بعد كده هنتكلم عن أهرامات الملك سنفرو. سنفرو واحد من الملوك المهمين في مصر، حصل في عهده تطور معماري مهم جدا في بناء الاهرامات، وظهر عندي الهرم في الشكل بتاعه النهائي او الشكل الهرمي او الشكل المثلثي اللي هو من الجوانب الثلاثه، فظهر عندي شكل الهرم الكامل طبعا بخلاف الهرم المدرج او الاهرامات المدرجه اللي كانت موجوده عندي في الاسره الثالثه. ومن هنا بنشوف ان التطور المعماري اللي حصل في المقابر الملكيه، ان المقبره الملكيه بدات بمصطبه، مجرد مصطبه عاديه جدا في عصر بدايه الاسرات، والمصاطب كانت موجوده عندي كمان كطرز او طراز من الطرز الهامه لمقابر النخبه في عصر ما قبل الاسرات. فممكن يكون هذا التطور استمر حتى نهايه الدوله، عفوا عصر بدايه الاسرات، وبعد كده مع بدايه الاسره الثالثه بدا يظهر عندي تطور تاني، ان الهرم بتاع الملك او المصطبه بتاع الملك نبدا نميزها شويه، تكون عباره عن مجموعه من المصاطب فوق بعضيها، فبدا يظهر عندي طراز الهرم المدرج، وكان موجود في هرم زوسر. وبعد كده بدا المدرجات بتاع الهرم تختلف شكلها شويه، فنلاقي ان المصطبه السفلى كبيره قوي والمصاطب الاعلى اقل منها في الحجم، فيبدا الهرم يكون شكله هرمي اكتر من شكله مدرج، او كانت مرحله انتقاليه في الاهرامات اللي هي المدرجه عشان يظهر عندي الشكل بتاع هرم الملك حوني في ميدوم. وبعد كده بدات المحاولات الاولى او الارهاصات الاولى لوجود الهرم الكامل في نموذجين، واحد فيهم بيسمى بالهرم المائل والاخر بيسمى بالهرم الاحمر، والاثنين موجودين في منطقة دهشور، واللي طبعا الملك اللي قام ببنائهم هو الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، واللي بدأ مرحلة جديدة من المراحل المهمة في تاريخ العمارة المصرية القديمة. تمام كده يا جماعة؟ طبعا المقابر بتاعت الناس اللي كانت موجودة في عهد سنفرو
وعهد خلفائه بتتركز في مجموعة من المناطق، على رأسها طبعا المنطقة بتاعة هضبة الجيزة اللي تم العثور عليها أو على أساسها الجنائزي، وتم نشرها أكثر من مرة. طبعا تم إنهاء الأعمال اللي كانت في سنة 1926. المنطقة بتاعة دهشور للأسف شأنها شأن كتير من المناطق اللي كانت موجودة في منطقة منف، واللي تعرضت لأجزاء كبيرة جدا من التخريب والنهب على مر أجيال، وتم استخدام أحجارها المقابر بتاعتها كمحاجر أو غير محاجر، وتم سرقتها ونهبها، وتم تدمير كتير جدا منها. وشفنا هذا التدمير اللي كان موجود بشكل كبير جدا في الجبانة بتاعت أبو رواش، الجبانة إم من عهد الملك دين أو من الأسرة الأولى عشان نكون بنتكلم بشكل عام. حصل فيها تعديات كتيرة جدا، واستخدمت المقابر كمحاجر لقطع الأحجار في الدولة القديمة نفسها، كانوا بيستخدموا هذه المقابر اللي كانت موجودة من عصر بداية الأسرات كمحاجر عشان يقطعوا منها الحجارة ويبنوا بيها المقابر بتاعتهم. فتم تدمير كتير من المقابر اللي كانت موجودة في الجبانة، وهو ما استمر للأسف في جبانة منف على مر العصور، إنه يحصل تدمير للمقابر. وأنا مش بتكلم عن إعادة استخدام، يعني واحد بيجي يلاقي مقبرة من الدولة القديمة وهو شخص من الدولة الحديثة أو حتى من الدولة القديمة من فترة تانية لاحقة لفترة الشخص اللي بنى المقبرة، ويعيد استخدام المقبرة ويسيبها لنفسه والكلام ده. انا مش بتكلم عن عد السلامه، انا بتكلم عن تدمير، ان انا اخش المقبره وابدا اقطع الحجاره بتاعتها واخدها استخدمها في اعمالي البنائيه. وطبعا بنشوف في منطقه دهشور اثار هرمين كان شيدهم سنفرو بالحجر، وبعض الاهرام الاخرى المشيده باللبن او الطوب اللبن او الطوب اللين. طبعا من بدايه القرن ال 19 بدا المهتمين بعلم الاثار يهتموا بمنطقة دهشور، وخاصة طبعا الأثريين من بريطانيا زي كوفيز وزي برانك اللي بدأوا يعملوا مجموعة من الحفاير في الهرمين من عام 1839، واستمروا تقريبا في أعمالهم بشكل كبير لمدة أعوام متتالية. وبعد كده جاءت بعثة علمية في سنة 1895 و 1894، واتمت او اكملت المشوار بتاع الحفاير، وكشفت عن الاهرامات اللي كانت موجوده في دهشور، وكان من اهم الاهرامات اللي تم الكشف عنها الهرم بتاع الملك امنحات الثاني وسونوسرت الثالث طبعا من الدوله الوسطى، بالقرب من الحافه المزروعه في دهشور، والتي يرجع تاريخها طبعا وتاريخ المنطقه او الاهرامات الموجوده فيها في ايام الدولتين القديمه والدوله الحديثة، عفوا الدولة الوسطى، الدولة القديمة والدولة الوسطى. وطبعا ظهر اسم سنفرو مرارا وخاصة في الجبانة القريبة من الهرم الشمالي بتاعه، كما عثر طبعا دي مورجان على مجموعة من الحلي المشهورة اللي بتملأ الآن خزائن المتحف المصري في مقابر لأميرات من الدولة الوسطى في هذه الجبانة. تمام؟ طبعا منذ هذه الحفاير واصبحت نسبه الهرم الشمالي الى سنفرو امر ما فيش فيه نقاش وامر مؤكد، كما عرف العلماء مما ورد في النصوص الهيروغليفيه التي عثر عليها في تلك المقابر وعلى الاثار الاخرى، ان سنفرو شيد هرمين، واحد فيهم شمالي والواحد والاخر جنوبي، وطبعا كان ده سبب في تواجد الهرم الشمالي بدهشور مع الذي سمي بهرم سنفرو، عفوا بهرم سنفرو الشمالي. اما الهرم الجنوبي واللي اعتقد بعض العلماء انه يجب ان يكون هو الهرم الذي في منطقه ميدوم اللي تقع الى جنوب دهشور، وكانوا بينسبوا هرم حوني على انه هو الهرم الجنوبي اللي النقوش ذكرته. اما الهرم المنحني طبعا فكانوا بينسبوه لحد تاني غير سنفرو، او كانوا بينسبوه في بعض الاحيان لحوني، لكن الشكل المعماري ليه هرم حوني اللي هو في ميدوم والهرمين سنفر اللي في دهشور بيثبت ان الهرم الجنوبي والهرم الشمالي في دهشور الاثنين، والاثنين هما بتوع سنفر، واما هرم ميدوم فهو هرم بيخص الملك حوني بشكل او اخر، ما فيش اي شك في نسبته للملك سنفر.
يعني مفيش اي شك ان احنا ممكن ننسب الهرم ده لسنتين. عندي الهرم الاول، الهرم الجنوبي او الهرم المنحني، وطبعا بندخل المجموعه الهرميه بتاعته اللي هي تعتبر كامله. وعلى فكره لما نبص للهرمين نلاقي واحد فيهم منحني وشكله مش كويس، اما الثاني فواخد شكل جميل جدا ومتناسق. لما نسال الدفن بتاع سنفرو تم في انهي هرم فيهم، هنلاقي ان الاجابه صدمه شويه، لان سنفرو تم دفنه في الهرم الجنوبي اللي هو الهرم المنحني، وليس في الهرم الاخر اللي هو كان بشكل كامل. طبعا بندخل للمجموعه الهرميه دايما من معبد الوادي، وقلنا ان معبد الوادي بيكون على حافه الوادي، وغالبا كانت حافه الوادي اللي بيكون عليها المقابر، عفوا المعابد بتاعه الوادي كانت بتكون قريبه من النهر النيل. بندخل طبعا الهرم من معبد الوادي زي ما قلنا، وطبعا حتى في العصور القديمه كان الانسان اللي بيزور المجموعه بتاعه الهرم بتاع الجنوب بتاع سنترو في دهشور كان دايما بيدخل برضه عن طريق الوادي الذي يقع بالقرب من حافه الارض الزراعيه، وبيعتبر اقدم معابد الوادي التي تم الكشف عنها حتى الان. يعني احنا لما اتكلمنا عن هرم ميدوم ما كانش فيه معبد وادي، كان فيه معبد جنائزي، وقلنا ان معبد الوادي احتمال يكون قريب من الوادي المنزرع او الارض الزراعيه اللي كانت بشكل او باخر قريبه من نهر النيل. طبعا هرم ميدوم زي ما قلنا اللي كان نسب الى حوني، فله طريق صاعد ومعبد، وان لم يتم الكشف عنه بعد ما محدش اكتشفه، والارجح ان الملك سنفرو هو اللي اتمه اصلا وبناه كمان. ومعبد الوادي اللي هرم سنفرو اللي هو بتاع الهرم الجنوبي مبني بشكل بسيط، عباره عن مستطيل له ابعاد حوالي 47 متر و16 سنتي في 26 متر و20 سنتي. وطبعا بيمتد محوره من الشمال للجنوب، وده الشكل المعتاد اللي هنلاقيه في معظم المعابد بتاعه الوادي. وكان هذا المعبد طبعا محاط بسور من الطوب اللبن، سور سميك شويه، وكان ليه بوابه ضخمه موجوده في الجدار الشمالي، عفوا في الجدار الشرقي بتاعه اللي كان بيواجه الحافه بتاعه الارض المزروعه او حافه الارض الزراعيه. وطبعا كان بيبدا من هذه الحافه الزراعيه طريق صاعد بيوصلنا للمدخل بتاع المعبد. وفي عصور تالية أو عصور أحدث يعني من عصر الزينيترو الطريق ده أو الممر ده تم سده وجعلوا له مدخل صغير بالقرب من الركن الجنوبي الشرقي للسور، يعني قفلوا المدخل ده وبعدين فتحوا مدخل تاني في الركن الجنوبي الشرقي للسور الخارجي. وكان الطريق الصاعد اللي دخلنا للمدخل الأصلي يؤدي على الأرجح إلى رصيف ميناء اللي كان دايما بيجي يرسى عليها المركب الجنائزي اللي كان بيبقى شايل الجثمان بتاع المتوفى او جثمان الملك، وبيتحط بيوصل للمعبد بتاع الوادي، وبعد كده يدخل المعبد، ومن المعبد بيتسحب على طريق صاعد للمعبد الجنائزي، ومن المعبد الجنائزي يسحب حتى يدخل الهرم ويوصل لغرفه الدفن التابوت، وبعد كده بيتم اغلاق المدخل ده وشده. والمركب الجنائزي غالبا كان بيتم تفكيكه ودفنه قريب من الهرم. وده يدعونا للتساؤل مرة تانية عن وظائف المراكب اللي كانت موجودة جنب مقابر ملوك الأسرة الأولى والأسرة الثانية والنبلاء اللي كانوا موجودين حتى في هذه الفترة، زي الجبانة إم اللي لقينا فيها مجموعة من المراكب. إيه الوظيفة الفعلية لهذه المركب؟ هل فعلا هي المركب اللي كان بيتم فيها حمل جثمان الميت وإدخاله إلى الهرم، ولا كانت مراكب بتستخدم في أعمال تجارية، ولا كانت مراكب رمزية تعمل عشان رمزية للرحلة اللي بياخدها الملك مع إله الشمس رع المعروفة بالرحلة إلى العالم الآخر؟ ورغم إن تصميم هذه المراكب وحجمها بيدل إن هذه المراكب كان ليها استخدام، ويبدو إن هذا الهرم من الدلائل الأثرية اللي كان فيه مجموعة كبيرة جدا من النقوش الهامة، ولكن للأسف ومما يدعو للأسف إن هذا المعبد تم استخدامه في وقت من الأوقات كمحجر، ولم يبقى منه حتى عمود واحد بس في مكانه الأصلي، وتم تهشيم جميع هذه الأعمدة والجدران وتم تقطيعها إلى قطع صغيرة، وحتى الفناء المفتوح أو الفناء المكشوف طبعا كان مستخدم كمان كورشة لتقطيع الأحجار. ومهما يكون الأمر فقد تم العثور على جزء كبير من قطع توضح ان هي كانت منقوشه، وتم العثور على اجزاء كبيره منها ممكن تجمعها عشان تمثل
بعض المناظر اللي كانت بتصور الملك سنوكرو وهو يقوم بطقوس مختلفة مثل عيد السد أو الحب سد، وزيارة الملك لهياكل مدينة بوتو ووضع أساس المعبد كما يمثله طبعا في بعض الآخر، وهو يقف أمام بعض المعبودات أو يمثل بعض المعبودات وهم يعانقون الملك. يعني كانت بتصور علاقة الملك ببعض المعبودات، أو بتصور الملك في احتفالات العيد الثلاثيني، أو بتصور زيارته لبعض المعابد وحتى تشييده للمعبد بتاعه نفسه. طبعا بيمثل أو وجد داخل هذا الهرم مجموعة من التماثيل، كان واحد منها سليم وعثر على كثير من أجزائه، وبيمثل طبعا الملك سنفرو وكان على رأسه التاج بتاع الوجه الإبلي، ويرتدي طبعا نقبة أو نقبة من الكتان. نجح الفنان طبعا في إظهار ثناياها، وطبعا كان ليها حزام عليه اسم الملك سنفرو، ودي بعض الحاجات اللي كانت موجودة داخل الهيكل اللي موجود بالقرب من معبد الوجه. ظلت عبارة طبعا سنفرو زي ما قلنا إن سنفرو عبد وتم عبادته، وكانت موجودة هذه العبادة على مر القرون، وعثر في معبد الوادي على أدلة كثيرة على إن تلك المكانة العظيمة والتبجيل الذي كان يتمتع به. وأثناء الحفائر عثر تحت سقيفة موجودة داخل هذا المعبد أمام الهيكل على تماثيل ولوحات وموائد قرابين لأشخاص مختلفين يرجع تاريخها إلى أيام الدولتين القديمة والوسطى. يعني كانوا هذه التماثيل تقدم كقرابين أو هدايا للملك سنفرو نفسه. وطبعا في طريق بعد كده بيبدا طريق صاعد في جميع المعابد حتى بتاع الوادي، مش المعبد ده بس، من الباب الغربي للمعبد، وبيبدا هذا الطريق يتجه خارج المبنى بتاع المعبد نفسه، وفي الركن الجنوبي الغربي من السور يحيط به بعض الابنيه، وهذا الممر طبعا بيوصل الى المعبد الجنائزي، وبعد كده الى المعبد عفوا الى الهرم نفسه، يوصل إلى الهرم نفسه أو شكل الهرم نفسه. إلى الجنوب من الهرم طبعا كان موجود هرم صغير، نجد طبعا منذ تشييد هرم ميدوم وهرم دهشور، أوريكم بس شكل الجزء ده. طبعا موجود ان البنائيين القدماء كانوا بيشيدون دائما هرم صغير جانبيا او اكثر من هرم في الجهه الجنوبيه من الهرم الاصلي. وطبعا العلماء بيحاولوا يفسروا وظيفه هذه الاهرام الجانبيه بمقارنتها بالمقبره الجنوبيه للملك سنفرو اللي موجوده في الجنوب، عشان تكون زي مقبره جنوبيه. يعني بنقول الهرم ده زيه زي المقبره الجنوبيه بتاعه الملك زوسر، فنقول عليها نفس الكلام، يعني دي تنفع تكون مقبره جنوبيه او حاجه كده رمزيه يعني. وطبعا البعض الاخر قال لا، دي بتكون مدافن للاواني، بتكون مدافن للاواني اللي كان موجود فيها الاحشاء بتاعه الملك او الكوانين، بتكون بس موجود داخلها الاواني اللي كان جواها الاحشاء بتاع الملك او الكوانين. والبعض الاخر قالوا لا، دي الهرم ده مجرد هرم او هريم للقاه، وليس له استخدام يعني لا في ككونه او رمزيه لمقبره جنوبيه، ولا حتى كان بيستخدم في وضع الاواني اللي فيها احشاء الملك، لا ده كان مجرد هرم للقاه او الروح. وطبعا ما فيش ادله تثبت او تنفي واحد من هذه الاراء. وممكن نقول ان احنا اغلب الحاجات اللي احنا ممكن نميل ليها ان احنا نميل ليها يعني ان الهرم ده او الهرم الجانبي كان يستخدم كرمز او كرمزيه لضريح للملك بصفته ملك على الوجه القبلي، تقليدا لما كان موجود عليه في عصر بدايه الاسرات زي ما قلنا واتكلمنا. ويقوم طبعا الهرم الجانبي لسنفرو على مسافه 55 متر من منتصف الضلع الجنوبي لهرمه الكبير، وقد نظف هذا الهرم بواسطة المرحوم عبد السلام حسين طبعا، وما كانش جواه أي شيء في أثناء هذا التنظيم. كمان من الحاجات المهمة إن احنا نعرف إن الهرم المنحني مشيد بكتل من الحجر الجيري المحلي الموجود في منطقة دهشور،
وله كساء خارجي من الحجر الجيري الابيض اللون، وممكن يكون هذا الحجر الجيري الابيض جاي من حاجر ترى. وطبعا هذا الكساء موضوع بشكل مجاميك مائله تميل نحو الداخل مثل كساء اهرام الاسره الثالثه. وقد احتفظ هذا الهرم بكثير من احجار كسائه الخارجي طبعا، وده بسبب صعوبه قلع مثل هذه الاحجار التي تميل بزاويه نحو الداخل من اماكنها. والهرم مربع القاعده، طول كل ضلع من اضلاع قاعدته 188 متر و60 سنتي، وكان ارتفاعه ككل 101 متر و15 سنتي، وكانت زاويه ميله 54 و1 و30 درجه. الى ارتفاع طبعا بيصل في الارتفاع، الزاويه بتصل في الارتفاع الى 49 و7 من 10 درجه. وتم طبعا تغيير الزاويه، عفوا ل 43 و21، تم تغييرها في حوالي 50، في حدود الارتفاع ل 50 متر. وهذا التغير طبعا في الزاويه هو اللي سبب الشكل الغير مألوف. يعني انا الهرم ده عندي ليه زاويتين، زاويه في الاسفل، زاوية ميل في الأسفل، وعندي زاوية ميل في الأعلى. زاوية الميل اللي في الأسفل 54 متر و31، عفوا 54 و31 درجة، وزاوية الميل في الجزء العلوي 49 و7 من 10، عفوا 43 و21 درجة. يعني تحت 54 و31 وفوق 43 و21 درجة، وده اللي خلى الهرم طالع في شكل إن هو هرمين راكبين فوق بعض، اللي هو عمل الانحناء بتاعة الهرم، واللي طبعا هي سبب شهرته واللي خليته يعرف باسم الهرم المائل. طبعا حاول بعض العلماء تفسير سبب تغير الزاويه، ويرى البعض انه لو استمر البناء في الشكل بنفس الزاويه اللي كانت موجوده لاصبح البناء ثقيل الوزن الى حد ما، حتى وده اللي كان يتسبب في تحطمه طبعا وتحطيم سقف الحجرات الموجوده داخله والدهاليز. وطبعا قد ظهرت بالفعل بعض النظريات اللي اكدت او فرضيات اكدت ان في تشرخات موجوده في بعض الاماكن ويتم ملئها بالجبس قديما، وده يمكن ياكد هذا المقترح. بينما البعض الاخر يرى ان البناؤون غيروا زاويه الهرم لينتهوا من بنائه سريعا، او لخوفهم من وقوع اي انزلاق في احجار الكساء لو بقيت على ما هي عليه. لكن طبعا الفرضيه الاولى هي اللي ممكن تكون اقوى، ان هم لو كملوا بالهرم على الشكل اللي هم طالعين بيه السقوف بتاعة الغرف بتاعتهم ما كانتش هتتحمل، وكان هيحصل فيها تشققات. وممكن نقول فرضية تانية او حاجة تانية بتدعم الفرضية دي، ان فيما بعد في الهرم بتاع خوفو بدأ يحطوا السقف بتاع الغرف، يحطوه من حجر الجرانيت اللي كان جاي من اسوان، من كتل من حجر الجرانيت عشان تكون بتتحمل اكتر وما يحصلش فيها تشققات. وطبعا المعماري ما كانش هيتوصل لهذه الوضعية او لهذه التقنية من تقنيات البناء لولا ان هو مر بتجربة عملية وقالت له ان هو لو الهرم حجمه كبير هيحصل تشققات في الغرفة. فنقدر نقول ان هرم سنفرو المنحني كان بداية تجربة، بداية تجربة لحجم الاهرامات الكبيرة، ولما حصل التشققات في الغرف بدأوا يقللوا شوية من الميول، زاوية الميول، عشان يصغروا شوية الهرم في الارتفاع ويقللوا من وزنه عشان يخففوا الاحمال عن الغرف الداخلية للهرم. وده طبعا هو الافضل ان احنا نعرفه. طبعا المدخل بيقع في الضلع الشمالي زي ما قلنا، وبيرتفع 11 متر و80 سنتي عن مستوى الارض زي ما احنا شايفين كده، وعلى كل جانبيه من الاعلى يوجد تجويف لاجل الباب الحجري اللي هو كان بيقفل هذا الباب. ويبدا بعد المدخل ممر هابط طوله 79 و53 سنتي، ده طول 79 متر و53 سنتي، وارتفاعه حوالي متر و10، وبينتهي طبعا بطريقه افقيه ليها سقف متدرج، وارتفاعه ارتفاع هذا السقف 12 متر و60 سنتي. وعلى الزائر اذا اراد الاستمرار فيها في زياره هذه المجموعه وزياره باقي اجزاء الهرم من الداخل، ان هو يطلع فوق او يصعد ارتفاع 6 متر و25 سنتي امام الجدار الجنوبي، عشان من هنا كده ده الممر زي ما احنا شايفين كده. عايز بقى يصعد لازم يطلع الجزء ده لأعلى حوالي 6 متر و25 سنتي، اللي يصل إلى أرضية الحجرة السفلية للهرم. يعني يصعد مسافة عشان يوصل لأرضية الغرفة السفلية للهرم. وطبعا تبدأ جدران هذه الحجرة في عمل سقف متدرج من الجدران الأربعة، وارتفاعها حوالي 12 متر و30 سنتي،
وكان طبعا في درج بيزيد عن 15 سنتيمتر تحت في مستوى الاسفل يعني، حتى يصبح سقف الحجره 30 سنتي في 1 و16 في متر و16 سنتي. وطبعا بتبدا جدران هذه الحجره في عمل سقف متدرج زي ما اتكلمنا بالشكل اللي اتكلمنا عليه، وبيفتح الجدار الجنوبي لهذه الحجره، بيطلع منه ممرين، واحد فيهم بيؤدي الى بئر طالع لفوق راسيا لكي تتصل على ما يبدو باي واحد من الممرات او الحجرات المعروفه. وعلى ارتفاع 12 متر و60 سم من ارضيه الغرفه في موجود ممر تاني بيوصل للغرفه العلويه للهرم. ده كده الممر، وادي الغرفه السفليه، وادي الغرفه العلويه، والاثنين ليهم سقف زي ما اتكلمنا، سقف مثلث. وطبعا ده التقليد اللي كان موجود وكان مستمر بهذا الشكل. طبعا في السقف بتاع الغرف كان موجود الاخشاب اللي اتكلمنا عليها من خشب الارز، اللي ممكن حد كان يعتقد ان هي موضوعه كسقالات، ولكن الفحص الدقيق بيثبت انه تم وضعها في اماكنها لغرض ان هي تكون دعامات وحوامل وتثبيتات للسقف كمان بشكل او اخر. طبعا احمد فخري كان بيقول ان هو اثناء عمله داخل الهرم بيحس لو الرياح هبت في الصحراء كانت بتعمل ضوضاء كبيره بيمكن سماعها داخل الممر، وخاصه في الممر الافقي ما بين المتاريس اللي هي كانت موجوده، يعني في الممر الافقي هنا كده كان بيسمع صوت وضوضاء كبيره جدا بتستمر حتى ممكن تصل حوالي 10 ثواني. وطبعا كان بيتكرر حدوث الصوت اكثر من مره، والتفسير الوحيد اللي هو كان بيقدمه ان هو ما زال يوجد حتى الان اجزاء في داخل هذا الهرم لم يتم الكشف عنها. يعني كان بيسمع صوت الرياح بتعمل ضجيج صوت عالي وكانها دخلت في فراغ، وكان بيسمعها في الممر الافقي هنا، وكان بيفسر ده ان في غرف تانية داخل هذا الهرم لم يتم الكشف عنها حتى الان. ودي حاجه او فرضيه تحترم قدمها الدكتور احمد فخري، ربنا يرحمه. ده طبعا شكل الممر، وادي متراس، عندي متراس هنا وادي المتراس الثاني، وادي ممر كمان منحدر بيوصل للغرفه السفليه تمام، وعندي طبعا الغرفه الاخرى الموجوده داخل الهرم. بعد كده نيجي للهرم الشمالي بتاع الملك سنفرو، وده شكله هرم كامل. اعتقد احمد فخري ان هم البنائين قد شرعوا في تشييد هذا الهرم قبل الانتهاء من تشييد الهرم الجنوبي، وهو طبعا كان مشيد من الحجر الجيري برضه بنفس الشكل، وتم كساؤه من الخارج بالحجر الجيري الابيض الذي اختفى اكثره من طبعا الحجر ده اكيد كان جاي من منطقه ترى او من المحتمل يعني. وطبعا بيقول ان من ناحيه الحجم في الهرم ده يكاد ينافس هرم الجيزه الاكبر اللي شيده خوفو، لان هذا الهرم بيبلغ طول كل ضلع من اضلاع قاعدته حوالي 220 متر، اي انه يقل فقط 10 امتار عن طول قاعده الهرم الاكبر، وبيبلغ ارتفاعه 99 متر وزوايا ميله 43 درجه و40 43 و40 درجه، وهي زاويه تقل كثيرا عن زاويه معظم الاهرام الاخرى وتجعل له مظهر خاص، اذ انه يظهر اكثر انبساطا نظرا لصغر زاويته، تحس انه منبسط اكثر او متسع، قاعدته اكثر متسعه، وده اقل من اي هرم تاني. طبعا يقع مدخل الهرم في الناحيه الشماليه كما هو معتاد، زي ما احنا شايفين كده بيقع المدخل في الناحيه الشماليه وفي الوسط بالضبط، ولكن على بعد 4 امتار شرق خط الوسط، وهو يرتفع طبعا عن سطح الارض بحوالي 28 متر. واحجار المدخل ليست من الحجر المحلي، وانما من الحجر الجيري الجيد الابيض اللي ممكن يكون جاي من تره، ويؤدي المدخل طبعا الى ممر طوله 60 متر. المدخل ده بيتدخلنا في الممر ده لطوله 60 متر تقريبا، وزاويه انحدار او زاويه ميل بتاعته 27 درجه و56، وبينتهي بدهليز افقي طوله 7 امتار وارتفاعه متر و20 سم. ادي الدهليز الافقي اللي هو موجود هنا اللي هو العدل ده، الجزء اللي هو العدل ده.
اللي هو طوله 7 أمتار وارتفاعه 1 متر و20 سنتي. الدهليز طبعا بيؤدي الى 3 حجرات، لكل منها سقف متدرج. ادي الحجره هنا اهي، وادي الثانيه، وبعد كده الحجره الثالثه. 3 حجرات موجودين، وهنا في التخطيط ده زي ما احنا شايفين ادي الممر بيوصل طبعا ل3 حجرات زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده المعبد الجنائزي بتاع الهرم. طبعا زي ما قلنا بيؤدي ل3 غرف، لكل منها سقف مدرج زي الهرم المنحني تماما، وتكاد الحجره الاولى تشبه او تتشابه مع الحجره الثانيه في حجمها ومظهرها العام، والمقاييس كل منهما 9 متر و30 سم في 3 متر و60 سم، وكل واحده فيهم كانت اعلى من مستوى الثانيه شويه، لكن عفوا في السقف، لكن في المستوى الارضيه كانوا الاثنين على مستوى واحد. اما الحجره الثالثه فلا يمكن الوصول اليها الا عن طريق فتحه في الجدار الجنوبي بتعلو ارضيه الحجره الثانيه ب7 متر ونص. هنا كده اللي هي الجزء اللي هي الغرفه دي عشان تطلعها لازم تطلع الجدار ده بارتفاع 7 متر ونص عشان توصل لها. تمام؟ وهي اكثر طبعا اتساعا من الحجرتين السابقتين، ارتفاعها 9 متر و40، طولها 9 متر و40 سنتي، لكن عرضها 4 متر و5 بعكس الغرفتين طبعا اللي كان اتساعهم 3 متر و60 بس. وارتفاعها طبعا حوالي 15 متر، ارتفاع الغرفه لاعلى حوالي 15 متر. وطبعا ما كانش موجود فيها اي اثر بيدل على استخدام هذا الهرم ليكون مدفن، يعني لا فيها تابوت ولا فيها اي حاجه، لكن المكان اللي فيه ملامح للدفن كان المعبد، عفوا الهرم الجنوبي المنحني. واحمد فخري طبعا كان هو اول واحد قال الفرضيه دي، قال عشان كل عناصره المعماريه مكتمله وموجود فيه ما يؤكد او يبرهن او يبين ان هذه المقابر كانت، ان هذا الهرم كان مستخدم للدفن. فبكده نقدر نقول ان الهرم الشمالي كان هو الهرم المخصص للدفن. ان شاء الله باذن الله في المحاضره الجايه هناخد المعابد بتاعه، عفوا الاهرامات بتاعه الجيزه، هناخد ال3 اهرامات اللي كانوا موجودين عندنا في منطقه الجيزه عشان نكون كوننا فكره كامله عن الاهرامات، ونبدا بقى ندخل في مقابر الافراد والاشراف، ونتكلم عن المعابد الدينيه، ونتكلم عن المنازل، ونتكلم عن الكلام ده، ونستمر في رحلتنا عشان ندخل الدوله الوسطى ان شاء الله باذن الله تعالى. لو في أي حاجة في المحاضرة مش مفهومة، حد حابب يسأل أو يستفسر أي استفسار يتفضل. مش أي حد عنده سؤال يا جماعة؟ بالنسبة لحضرتك للمتراس اللي داخل الهرم، إزاي كان بيتم فتحه؟ معلش قول دي تاني. أنت كده بخصوص تسأل عن المتاريس بخصوص صح؟ المت... نعم تسأل عن المتاريس. المتراس داخل الهرم تمام حلو قوي. احنا إزاي كان بيتم فتحها؟ تمام، وضعها بيتم وضعها ولا فتحها؟ أو يتم وضعها؟ طيب بص، بالنسبه للمتاريس اللي موجوده داخل اهرامات الهرم كله كوحده معماريه، وواحده معماريه مبنيه، واحده معماريه مبنيه. يعني ايه واحده معماريه مبنيه؟ يعني في فرق ما بين الجزء المبني او الوحده المعماريه المبنيه والوحده المنحوته. الوحده المنحوته هي اللي صعب جدا انك توضع فيها المتاريس، لانك بتحتاج مكان بتسقط منه المتراس، لان انت بتنحت داخل الجبل وبتفرغ فيه. لكن طول ما انت بتبني فسهل جدا انك تحط المتراس في اي مكان انت عايز تحطه فيه، وبتكمل بنائك عادي، بيبقى سهل جدا وضع المتاريس في العناصر المعماريه المبنيه. لكن في العناصر المنحوته هي ده اللي الموضوع بتاعها بيبقى صعب شويه، سواء صعب في موضوع انك توضع المتاريس او انك تشيلها او تكسرها او انك تعمل فتحه فيها انك تعبر منها، فبيكون شكل المتراس صعب، صعب في وضعه وصعب في نزعه. اما الجزء المبني فبيكون المتراس وضعه سهل جدا جدا بالنسبه للبناء، لان هو بيبني حاجه من مجموعه من الاجزاء الصغيره اللي هي الاحجار يعني، ويبدا يبني وبيعمل التفاصيل المعماريه بتاعته. المتاريس كان غالبا بيتم التعامل معاها في اثناء العمل في المقابر بان هو بيعمل فتحه او كسر في المتراس عشان يدخل. لكن لو المتراس حد يقدر يرفعه من مكانه، بيتحرك من مكانه او يترفع لفوق المجرى بتاعته نقدر نرفعه فيها،
ففي بعض الناس ممكن يرفعوا ويتحط تحتيه كثبتات او شيالات عشان تشيله من الجوانب وتدخل بقى من تحتيه وتطلع، لكن بيكون الافضل طبعا تكسيره عشان بيكون معدل حمايه افضل. ولو هترفعه لازم تكون متاكد ان الشيالات اللي هتشيل المتراس قادره فعلا ان هي تشيله، مش هتقع بيه، وده ممكن يسبب طبعا كوارث. هل نعرف ازاي جاتهم فكره الهرم في الاساس؟ دي ميرنا. حلو يا ميرنا السؤال ده. المصري القديم عنده معتقدات بتفسر نشأة الكون. واعتقد المصري القديم في بداية تاريخه إن الأرض عند تكوينها أو الكوكب ده كله كان عبارة عن مية. إن الكوكب كان عبارة عن مية، وهذه المية ظهر منها ربوة أولى يابسة أو جزء جزيرة نقول يابسة، ظهر عليها المعبودات لأول مرة، وكانت على شكل هرم اللي ممكن كان نقول عليه البن بن. كان موجود عليه في بعض النظريات المعبود بحوتي ومش عارف ايه والكلام ده. لكن احنا نقول بعيد عن هذه، احنا فصل كتفسير نقول بقى المعبودات والكلام ده، نقول ان المصري القديم تخيل ان الشكل الاول للارض اليابسه اللي هو عايش عليها لما ظهرت في وسط المحيط الازلي كانت واخده شكل المثلث، كانت واخده شكل المثلث. الى جانب ان الهرم نفسه او الشكل الهرمي ليه رمزيه كبيره جدا في معتقد المصري القديم، وان الهرم نفسه هو الوسيله للصعود الى السماء، انك تصعد الى الافق هي بتصعد عن طريق الهرم اللي هم اتقال عليه بن بن، اللي هو بنقدر الملك يصعد منه الى العالم الاخر عشان، او العالم العلوي عشان يكون، لان الملوك في الفتره دي كانوا الهه او انصاف الهه نقول كده، فكان بيصعد طبعا الى السماء وبيتحد بالنجوم وبيكون نجم من النجوم الموجوده في السماء، فمحتاج طريق يصعد بيه الى السماء، فكان بيصعد عن طريق الهرم بتاعه عشان يوصل الى السماء. فتوصلوا لفكره بناء الهرم بالشكل الهرمي، نقول ان هم تخيلوا في الاول ان الوحده او الارض الاولى اللي هم سكنوا عليها ظهرت من المحيط الازلي في شكل مثلث او شكل هرمي. ونقول كمان ان الشكل الهرمي كان في معتقد المصري القديم هو الوسيله الى الصعود الى السماء او الى الافق، فعشان كده توصلوا الى بناء الشكل الهرمي اللي ليه رمزيه كبيره جدا دينيه ورمزيه جنائزيه. حد قال ان انت قلت في المره اللي فاتت ان غرف الدفن بتبقى اكتر غرف منخفضه في الهرم لمنع السرقات، ولكن حاليا قلت ان غرفه الدفن اعلى غرفه يصعد اليها بممر. ده موجود في اغلب الاهرامات ولا مرحله استثنائيه؟ المره اللي فاتت احنا قلنا ان الغرف بتكون ليها اكتر، الممر ده بيوصل لاكتر من غرفه. الممر هو منحدر جدا بيوصل للغرف اللي بتكون في وضعيه منخفضه داخل الهرم، الغرف نفسها على مستوى منخفض داخل الهرم، لكن بيتم الدفن في انهي غرفه ده حسب المقتضى بتاع المعماري والشكل المعماري اللي بناه، لكن غالبا بيتم في الغرفه اللي بتكون اكتر ارتفاعا واللي بتكون معقده في الوصول ليها، اللي بيكون شكلها معقد في الوصول ليها، لكن كل الوحده المعماريه نفسها بتاعت الغرف بتاعت الدفن هي منخفضه. ليه؟ لان انت بتنزل في ممر منحدر بشكل كبير جدا زي مثلا زاويه ميل 27 درجه، فاهم يعني ايه زاويه ميل منحدر 27 درجه وماشي 60 متر او حاجه و60 متر، ده بيوصلك لعمق كبير جدا. فلو الباب بتاع الهرم فاتح على ارتفاع 30 متر، انت على ما بتنزل تحت بتنزل مش 60 متر، ده بتكون خلاص وصلت للمستوى الارضيه، بتكون وصلت للمستوى الارضيه. مش كده بس، انت ممكن تلاقي غرفه زي دي منحوته في الارضيه نفسها بتاعت الجبل. فنقول ان الوحده بتاعت الدفن نفسها هي اوطى حته داخل الهرم، اوطى حته لان هي بتوصل للارضيه بتاعت الهرم نفسها، بتبدا من الارضيه بتاعت الهرم. لكن الدفن بيكون فين؟ حسب مقتضى الشكل المعماري، وغالبا بيكون في اكتر الغرف المعقده في الوصول ليها اللي بيكون ليها مثلا ابار افقيه. يعني لو انت لاحظت هنا مثلا هو هنا في متراس، وبعد كده ممر بينزلك للغرفه اللي تحت دي من سقفها، لكن هنا في متراس تاني وبعد كده ممر يوصلك للغرفه اللي هي ممكن تكون كان مخطط ليها ان هي تكون غرفه الدفن من الاساس او من الاصل. فنقدر نقول ان الغرف بتاعت الدفن هي اوطى حته داخل الهرم، لان انا بنزلها بمر منحدر انحدار شديد، لكن انهي ده الدفن بيكون في انهي غرفه؟ الغرفه الاكثر صعوبه في الوصول اليها، بهدف طبعا تامين الدفن وتامينه من السرقات.
وفي بعض الاحيان بنلاقي ان الغرف دي ممكن نلاقيهم 3 غرف فوق بعضيهم وهم مش غرفتين بس، وكل غرفه بيكون ليها مسمى، وممكن في الاخر خالص نكتشف ان كل هذه الغرف الدفن اصلا ما كانش موجود جواها، وان الدفن في حته تانيه خالص داخل الهرم لسه ما توصلناش ليها لحد دلوقتي. يعني احنا عندنا حاجات كتيره داخل الهرم احنا ما وصلنالهاش. واكبر دليل الكلام اللي كان بيقوله احمد فخري لما قال ان هو كان بيسمع وهو داخل الاهرامات، كان بيسمع اصوات لما بتقوم رياح، بيسمع اصوات وضوضاء عاليه جدا بتستمر ل 10 دقائق، ل 10 ثواني عفوا. انتوا عارفين زي ايه؟ زي واحد بيقول واقف في حته فاضيه وبيقول اه او بيقول اي حاجه بصوت عالي، فالصوت بيتردد وبيفضل يسمعه بعد ما بيسكت. فان الصوت يقعد يتردد 10 ثواني كامله معنى كده ان في فراغ كبير جوه الهرم لسه ما حدش اكتشفه، وربما يكون هذا الفراغ هو الغرفه اللي كان فيها الدفن اصلا، والمصري القديم توصل ان هو يخفي مدخلها بشكل او باخر داخل الاهرامات، لان احنا ما لقيناش اي موميا داخل اي هرم من الاهرامات الموجوده في الدوله القديمه. مفيش مومياوات موجوده، اه في توابيت موجوده لكن مفيش اهرامات. حتى في بعض الاهرامات الناس بتختلف على وظيفتها، وطبعا ان كانوا اللي بيختلفوا ناس اصلا شطحات ونطحات كده ومش فاهمين اي حاجه في اي حاجه فبيقولوا وبيفتي وخلاص، لكن نقدر نقول ان الاهرامات ممكن يكون جواها وحدات معماريه وغرف احنا لحد دلوقتي ما اكتشفناش ونعرفهاش، وربما يكون من بينها غرفه الدفن الاساسيه بتاعه الهرم. تمام كده؟ دكتور لو سمح، على سؤال اتفضل. هو كان بيبني الهرم الأول يا دكتور كله وبعد كده بيبني الممرات اللي جوه، ولا كان بيحصل إيه؟ وانا عشان السؤال ده هو من اصعب الاسئله اللي ممكن تسالها. الهرم كان بيتبني من القاعده، بيعملوا القاعده بتاعته ويبداوا يبنوها. طيب الغرف بتاع الدفن على مستوى الارضيه ببدا اعمل الغرفه معايا وانا طالع، بعمل الغرفه معايا وانا طالع لفوق. عشان كده قلت لكم انا هبعت لكم فيلم النهارده تتفرجوا عليه هيوضح لكم القصه كلها بالتفصيل، هو قصه كده روائيه جميله معموله عن واحد اسمه نخت كان من ضمن العمال بتاع الاهرامات بتاع هرم الجيزه، وهيتكلم بقى عن الاهرامات وتشوف بقى شكل الغرف، تركز مع طريقه سحب الاحجار. الطريقه المستخدمه في الفيلم هي فعلا الطريقه اللي كان بيتم بيها بناء الاهرامات بلا اي شك، لان موجود دلائل اثريه بتؤكد الطريقه الموجوده داخل الفيلم. وطبعا الفيلم كان معمول باللغه الفرنسيه، واللي كانت عاملاه شركه عالميه، واللي اشرف على كتابته واخراجه مجموعه من علماء الاثار، فالفكره كلها اللي داخل الفيلم فعلا فاكره واقعيه، يعني اكنك فعلا موجود مع الهرم وهو بيتبني. انا هتاكل فيديو تقريبا مش مكمل ساعه تتفرجوا عليه كده هتفهموا قصه بناء الاهرامات. لكن كان بيتم بناء القاعده بتاع الهرم ببني الرصه الاولى من المكان. يعني مثلا انا دلوقتي ببني بيت قديم فعايز اعمل خزان، بعمل الخزان الاول او بعمل السمل الاول وببني الدور الاولاني، وبعدين بصب السقف وابني الدور الثاني، واصب السقف وابني الدور الثالث. فهي نفس الفكره، الغرف دي موجوده فين؟ على الارضيه بتاعه الهرم، يعني في الدور الاول بقسمها وباسسها معايا وبطلع بيها وبعمل لها سقفها وببدا اكمل لفوق ولفوق ولفوق، كل ما بيجي مكان غرفه بعملها، كل ما بيجي مكان غرفه بعملها. ده طبعا حسب التخطيط اللي المعماريين بتوع الهرم كانوا بيكونوا واضعينه باحكام، وكانوا بيكونوا عاملين ماكت كده بيمشوا عليه عشان تكون كل تفصيله في مكانها وكل غرفه في مكانها، بما فيهم حتى الماتريس اللي كان بيسال عليها الاستاذ السيد كان بيتم وضعه وهو بيبني بكل اريحيه. ليه؟ لان هو بيبني من الاخر، انا مش بنحت جوه الجبل، فمحتاج ان انا اعمل مسقط اسقط منه المتراس، لا ده انا ببني فهحط المتراس واكمل عليه مباني. فالغرف كانت بتبنى في الوقت اللي بيتم بناء اجزائها فيه، يعني انا بنيت الارضيه بتاعه الهرم في الارضيه بدايه غرفه ببدا اسسها معايا وانا طالع، وافضل كل ما بعلى بالمستوى بتاعه المباني كل ما بسيب الغرفه جدرانها بترتفع لحد ما بوصل لنهايه الارتفاع اللي انا عايزه للغرفه، بعمل لها بقى السقف بتاعها في شكل مثلث، اعمله في سقف مدرج، اجيب له بلاطات كبيره من الحجر الجرانيت اللي كانت موجوده في اسوان واعملها زي الهرم الكبير بتاع الجيزه. فبيكون حسب الشكل اللي انا عايز ابنيه ببنيه، لكن غالبا في الاخر كان بيبدا في الاول خالص كان بيبدا يطلع ايه؟ يطلع جزء من الجدار كبلاطه كده ويبدا يعمل بلاطات في بلاطات عشان يعمل الشكل المثلث في النهايه اللي هو بيمثل الشكل بتاع السقف. وهحط لكم صوره على الجروب لشكل سقف من داخل هرم من الاهرامات عشان نشوف الشكل بتاع السقف كان عامل ازاي، بيكون طالع زي زجزاج كده بياخد في الاكل الشكل بياخد في الاخر الشكل المثلثي المعروف. فالغرف كان بيتم بنائها لما بيجي دورها في المباني بتاعه الهرم، لان هو بيبني الهرم من تحت لفوق، فالطبيعي وهو بيبني بيفرغ الغرف اللي هو بيبنيها بيسيبها مفرغه.